بسم الله الرحمن الرحيم. التقى السيد الرئيس القائد المجاهد ناصر الإيمان ورافع راية الجهاد بوجه الكفر والإلحاد والبغي والعدوان صدام حسين حفظه الله الشيخ ستار جبار حلو رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم، والسيد عبد الرزاق عبد الواحد واضع صياغة الأدبية للترجمة العربية للكتاب المقدس الخاص بالطائفة، والسادة نائب رئيس المجلس الروحاني وأعضاء المجلس والمعنيين بشؤون الطائفة في العراق. وقد تحدث سيادته خلال اللقاء وقال: إننا ندعو إلى الإيمان، أما خصوصية الإيمان فنحن لا ندخل مدخل الاصطراع فيه ولا التمييز الذي يفقدنا القاعدة الأساسية التي على أساسها قبل كل العراقيين باختيارهم رئيسهم، وهي أن لهم الحرية فيما يختارون. وإذا اهتزت أمامنا هذه الفكرة نكون كأننا ننحاز ضد وليس ننحاز معه، ونحن نريد أن ننحاز إلى العراقيين في العراق بالحق طبعا، وننحاز إلى العرب كلهم، فنحن جزء منهم كأمة، وننحاز إلى المعاني الإنسانية بالحق أيضا. وكان الشيخ ستار جبار حلو رئيس طائفة الصابئة المندائيين قد ألقى كلمة أهدى بها سيادته رعاه الله الترجمة العربية لكتاب الصابئة المقدس كنز ربا، أي الكنز العظيم، مشفوعة بالدعاء إلى الحي القيوم بأن يحفظ سيادته ويسدد خطاه على درب الرحمة والإيمان، راجيا سيادته أن يتقبل أحلى وأغلى تحيات أبناء الطائفة في العراق والعالم. وفيما يأتي تسجيل للقاء. يا مرحبا. أنا أقول لحضراتكم تحيات، واسمحوا لي سيد الرئيس أن أنقل لجنابكم الكريم ما حملني به أبناء الطائفة من كلمات حب وعهد دائم لسيادتكم سيد الرئيس. حياك الله. الله يحييك سيدي. بسم الحي العظيم، أسبحك ربي بقلب نقي طاهر أيها الحي العظيم، عن عوالم النور الغني عن كل شيء العلي فوق كل شيء، نسألك الشفاء والظفر وهداية الجنان والقوة والثبات، نسألك الرحمة والغفران، آمين يا ربنا يا رب العالمين.
سيد الرئيس القائد المجاهد المؤمن صدام حسين حفظكم الله ورعاكم. إنه ليوم مشرق في حياة طائفة الصابئة المندائيين أن يحظى فيه وفدها بشرف لقاء سيادتكم والمثول بين يديكم الكريمتين، لينهلوا من بحر حكمتكم الواسع ويسمعوا توجيهاتكم السديدة. فأنتم سيد القائد المنار البادي والفنار الهادي في دنيا المعرفة والإيمان والعز والنصر والأمان، وأنتم زهو العراق والأمة العربية وفخرها وحامل لوائها في ميدان الجهاد والظفر، وباني مجدها لغد أفضل فيه وحدتها وحريتها وتقدمها ورفعتها. أيها القائد الحبيب، يا من أشرقت بنورك البهي في كل الميادين شمس نضال وثورة ودربا هادي يقودنا إلى السؤدد والازدهار، أحببناك سيدي بكل هيبتك وسنائك وعطائك. باركناك سيدي في صلاتنا ورجونا لك الخير في دعاؤنا، فجئت منا ولنا وحققت أحلامنا وأحلام آبائنا وأجدادنا. اليوم جئناكم نحمل كتابنا كنزنا العظيم وقلوبنا الهاتفات بحبك وحب العراق. جئناكم والخطى مسرعات إلى منهل الخير والعدل والمروءة والشجاعة. جئناكم والعقل مستوفز يرنو إلى بيت الحكمة والحنكة والرشاد. جئناكم تتبعنا لهفة أبنائك وأخوانك في الإيمان من أبناء طائفة الصابئة المندائيين الذين يجري في عروقهم حب دجلة والفرات. جئناكم بصدور منشرحة وعقول منفتحة وضمائر توحدت بضميركم ضمير العراق. اسمحوا لنا سيد القائد المفدى قائد الحملة الإيمانية ناصر رسالات السماء، أيها الأمين المؤتمن، اسمحوا لنا أن نضع بين أيديكم كتابنا المقدس كنز ربا الكنز العظيم الذي يرى النور اليوم ولأول مرة في التاريخ بلغة عربية سليمة جزيلة اللفظ بهية المعنى، بعد أن قامت صفوة مختارة من الضليعين في اللغة المندائية وهي فرع من اللغة الآرامية الشرقية بترجمته بأمانة ودقة إلى العربية. لغتنا جميعا نضع بين أيديكم سيد المجاهد المؤمن سفر إيماننا وبياننا وسر بقائنا وديمومتنا، لأنكم عليتم كلمة الله الواحد الأحد ونصرتم الإيمان بها ورفعتم راية الجهاد بوجه الكفر والإلحاد والظلم والبغي والعدوان. لقد وشينا كنزنا بدعائنا، اللهم أحفظ العراق وصدام وشبليه، وكتبناه بمداد قلوبنا النابضات بحبك وحب العراق. إن كنزنا الإيماني هذا الذي تسبح حروفه للخالق الحي العظيم الواحد الأحد جل وعلا لم يكن ليرى النور بطبعته العربية هذه لولا رعايتكم الكريمة ودعمكم المتواصل لطائفتنا العريقة عراقة العراق وحضارته الموغلة بالقدم، ولولا أجواء الحرية والسماحة الدينية التي ننعم بها في عصركم الزاهر عصر صدام حسين. أعزه الله ونصره بجند من عنده، إنه سميع الدعاء. اتمناه سيدي بصدور رجالنا وأمهاتنا دهورا طويلة، وحافظنا عليه بأرواحنا وتوحدنا به وتوحد بنا، ونجد اليوم إنه من دواعي سرورنا وافتخارنا أن نقدم لسيادتكم النسخة العربية الأولى منه مشفوعة بدعائنا إلى الحي الأزلي أن يحفظكم ذخرا لنا ولأجيالنا من بعدنا، وأن يسدد خطاكم الواثقة السائرة على درب الرحمة والإيمان. وتقبلوا سيدي أحلى وأغلى تحيات أبناء الطائفة في العراق والعالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا سيدي الرئيس. بارك الله بك، بارك الله بكم أخوان، بارك الله بكم، بارك الله بكم، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. يا الله عبد الرزاق. الحمد لله أن العمر بي يصل حتى تضيء حياتي
أيها الرجل، الحمد لله أجفاني بك اكتحلت، والآن روحي بهذا الضوء تكتحل. الحمد لله أني في هواك أرى غضا، وإن كنت من 20 أكتهل. بالأمس كنت هلالا أنت مطلعه، واليوم بدر حياتي فيك يكتمل. أي سراب لهذا النور ملء دمي، فكل عرق بما تجري به خضل. يا شمس كل العراقيين، يا ألقا مباركا في شعاب الروح ينهمل، جعلت كل حنايانا تفيض ندى، حتى التي عمرها ما مسها بلل. لقد جريت بشريان العراق هوى، فاخضر مما جريت السهل والجبل. وفز من كل ركن في منازلنا صوت إلى سدة الرحمن يبتهل. اللهم احفظ لنا صدام، اللهم احمي لنا صدام، واحمي به بيوتنا. دع ستارا منك ينسدل سترا عليه، فكل الخير واصله اللهم منك، وكل الشر لا يصله. يا سيدي أيها الميمون طالعه، يا من به كل ميل الأرض يعتدل، يا كل عشق العراقيين إن عشقوا، وكل غيظ العراقيين إن زعلوا. متى سيفهم هذا الخلق معجزة بها جميع فروض الحب تختزل، أن العراقي ما ضاقت مسالكه إذا رآك يلالي ملأه الأمل، وأن كل معاني الكبرياء بنا صارت بزهوك يا صدام تتصل، وأننا دون كل الناس نملك أن نقول نحن ولا تغضي لنا مقل. وذاك أنك لم تترك بنا خللا، حاشا، ومن أين يأتي مثلنا الخلل؟ نحن الذين على الجوزاء أرؤسنا تغفو، وسيقاننا في الأرض تنشتل. تبقى يشاميغنا رايات ملحمة مرفرفات تباهي فوقها العقل، في حين يخفض بعض الناس أرؤسهم لأنهم من دخان النار قد جفلوا. لقد جعلت بنينا فرط نخوتهم يمشون راهين مهما ضاقت السبل. كبر النفوس وكبر الفعل شيمتهم، فكل طفل إذا ناديته رجله. عافية. هبني مداك، ومن لي أن أسايره؟ شتان ما بين من قالوا ومن فعلوا. إني وعينيك يا صدام يوجعني حرفي إذا هو يوما عنك ينشغله، فأنت واهبه معناه. يا بطلا ما نال معناه إلا شاعر بطل، يدنو إلى الفعل حتى قد يواكبه، وذاك ما ليس للواهي به قبل. قالوا الرؤى تسبق الأفعال، معذرة، من أين يدنو إلى شلالك الوشل؟ وكيف يسبق فعلا أنت فاعله قول ولو كاشتعال البرق يشتعل؟ لقد رأيناك فعلا سابقا أبدا
يسير خلف خطاه الشعر والزجل. يا هائل المجد، أنت المجد يا رجل، وأنت واهبه من كان يحتمل. وذاك أن احتمال المجد ليس هوى أو رغبة، يحمل الأمجاد من وصلوا، من جاوزوا أن يكونوا محض نافلة وأصبحوا بمداهم يضرب المثل. أولاء أنت الذي تعطي مروءتهم معيارها، هكذا الفولاذ ينصقل. فكل سيف إذا جردته ذكر، وكل غيم إذا باركته هطيل. يا سيدي أيها البرق المهيب سنا، يضيء مهما تلاقت حوله الأسل. يا من كيوم صلاح الدين وقفته، وقد أحاطت به الأعلام والدول من كل حدب، فما خفت مواربة أقدامه، لا ولا رفت له مقل، بل ظل منتصبا كالطود يحرسه محبة ملكوت الله والرسل. يا سيدي أنت هذا، والذين عدوا على العراق بما جاءوا به رحلوا، وسوف يبقي بك التاريخ هيبته، بينا بهم أعين التاريخ تنسمل. وفي غد تملأ الآفاق رايتنا، وكل جرح بهذه الأرض يندمل. فاسلم لنا قائدا، واسلم لنا أملا، واسلم عراقا به التاريخ يحتفل. شكرا لك. عيش وتسلم، عيش وتسلم، عيش وتسلم. عافية. فيه. اسمح لي بزيادة المساء. نعم تفضل. ابنتنا في مقام النساء، باسم الحي العظيم بشار حبيب سكرتير مجلس الأمم طائفة السابقة المدائين في العراق، سيد الرئيس القائد المجاهد المؤمن صدام حسين حفظكم الله ورعاكم. الحمد لله أنني كحلت عيني برؤياكم، وقد حلمت كثيرا حين كنت في زنزانات الأسر في إيران أن أراكم، وارتجيت الله كثيرا أن يطيل بعمري كي أرى طلعتكم البهية وشخصكم السامي، وأنا الذي ورفاقي القابعين لا زالوا في زنزانات إيران، وقفنا وقفتنا البسيطة المعهودة، وأوفينا جزءا من نذر العراق علينا، أبناء له شربنا ماء دجلة والفرات. كانت كل واحد وقف الموقف المشرف الوطني في زنزانات الأسر وكأنه مثل العراق كله تاريخا وحاضرا. نعم سيدي. عافية. الله يحفظك سيدي. سيدي الرئيس القائد، حملت من أبنائك وإخوانك رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا، وقرأت في عيونهم البريئة أسمى آيات التقدير والعرفان من أبناء طائفة الصابئة المندائيين في العراق، وهم يعيشون عصرهم الذهبي في عهدكم المبارك، حيث لم نقرأ في كتب التاريخ ولم يروي لنا آباءنا وأجدادنا أن طائفتنا قد حظيت برعاية مثل التي تحظى بها في هذا العهد الزاهر أدامه الله وأطال في عمركم الشريف. سيد الرئيس القائد، هناك بعض الرجاء حملني إياه أبناء طائفتي أن أطرحه على مقامكم الكريم. يتعلق الأمر الأول منه
بمعبد طائفة الصابئة المندائيين في العراق. نحن نرى والكل يرى ويسمع أن القائد الكبير المجاهد المؤمن صدام حسين قد طرز خارطة العراق بشواخص حضارية وعمرانية وإيمانية كبيرة، سيبقى أثرها وفعلها عبر الزمن لآلاف السنين. وتطمح طائفة الصابئة المندائيين، أعتقد نتأخر احنا عن وأبنائها. نعم سيدي، يكون ان دور في بناء معبد لجزء من أبنائنا في العراق اللي هم الصابئة. أدامكم الله سيدي، أدامكم الله سيدي. هذه هي الفرحة. نحن يهمنا العراقيين يكونون مؤمنين، كل واحد على دينه ويتمسك بحقه وما يتجاوز على حقوق أخوه الآخر العراقي. هذا هو منهجنا، هذا هو منهج البعث. إلا ما نقبل من المسلمين أن يكونون غير مؤمنين، ولا المسيحيين ولا الصابئة. نريد أبنائنا كلهم يكونون مؤمنين حتى الله سبحانه وتعالى يرعى برعاية الكريمة العراق، يعني ويبارك به. فهذا حق، الله يبارك فيكم. يعني هذا حق من الصابئة على رئيس الدولة صدام حسين، لأنه منهجه اللي هو منهج البعث وهكذا. أشكركم على هذه الثقة أنه تهدون الكتاب المقدس للصابئة المندائيين، وأنا أفهم معناه، أفهم معناه عندما حول إلى اللغة العربية، يعني بهذا المستوى الرائع قرأت قسم منه. والله يوفقكم إن شاء الله، ويوفق كل أفراد الصابئة في العراق وفي خارج العراق بما يجعلهم مؤمنين حقيقيين يرضى عنهم رب. مثل ما قلت لكم قبل قليل، احنا ندعو الى الايمان، اما خصوصية الايمان فنحن لا ندخل مدخل الاصطراع فيه ولا التحيز الذي يفقدنا القاعدة الاساسية اللي على اساسها كل العراقيين يقبلون باختيارهم او قبلوا باختيارهم رئيسهم، هو انه لهم الحرية فيما يختارون. سيد الرئيس صراحة يعني احنا اختارين اذا تهتز أمامنا هذه الفكرة نكون كأننا ننحاز ضد وليس ننحاز معا فقط. احنا نريد ننحاز إلى العراقيين في العراق وننحاز بالحق طبعا إلى العرب كلهم، فاحنا جزء منهم كأمة، وننحاز إلى المعاني الإنسانية أيضا بالحق. هذا تفكيرنا، يعني تفكيرنا، وأنا أعتقد أنه جوهر تفكير الديانات عموما هو بعد التوحيد، بعد الوحدانية لرب السماوات والأرض والشكر له والتضرع له وحده سبحانه، هو إقامة العدل. إقامة العدل والمساواة بين الناس والتميز على قياسات المعاني العالية وليس على أساس الهوى. لا يجوز أن نميز الناس على أساس الهوى وإنما على أساس قياسات
معاني عالية، نقول فلان متميز في جبهة القتال لأنه تميز في القتال في الصبر، فلان الشاعر متميز لأنه تميز في الشعر وفي الموقف الوطني وفلان شيء وفلان شيء. هذه المعاني إن شاء الله نظل نرعاها، والعراقيين أحرار في دياناتهم، سواء كان هم المسلم أو المسيحي أو الصابئي، أحرار في عباداتهم. يعني فقط اللي احنا ندعو الى ان لا ينضحك على العراقي من قبل الاجنبي تحت غطاء الدين او الطوائف. يعني يبذر فيهم داخلهم بذرة الفرقة لا سمح الله او العداوة، فينقل الضعف اليهم لكي يسيطر. هذا فقط، هذا وهذا هو المنهج من عام 68 إلى يومنا هذا لم يتغير، منهج ثابت، ولكن مع الزمن يزداد وضوح، يزداد عمق، يزداد قدرة التعبير أكثر من السابق ودقة في التعبير. فإن شاء الله يعني نبنى لكم معبد بالشكل اللائق بهذه المعاني اللي احنا ندعو إلها في العراق، ونأمل أنه تكون هي هذه المعاني اللي تسود في الوطن العربي، حتى أبناء الأمة الواحدة يكونون دائما بغض النظر عن طوائفهم دياناتهم كل واحد منهم يحس انه هو اخو الصابئي اخو المسلم واخو المسيحي، والاخوة هي في الايمان، هي في الوحدانية وفي الايمان على المعاني الاساسية الاخرى، وان اختلفوا فيما في كل واحد منهم طبقا لعقيدته، لكن الاختلاف ما يتحول الى صراع. والحمد لله انه الاجنبي واصحاب الغرض ما قدروا يضحكون على العراقيين، او مثل التعبير المصري يقولوا يخموهم، ما قدروا يخموهم وما قدروا يضحكون عليهم، وحاولوا هل تشوفون يعني اجتمعت كل اطراف الشر، وتتقدمها الصهيونية اللي هي عدو البشرية. الصهيونية ليست عدو العرب والمسلمين فقط، ولا وإنما عدو البشر. عادوا كل الديانات وقتلت الأنبياء، وأنتم تعرفون هذا. فما قدروا رغم كل هذا التركيز وكل هاي الإمكانيات في القياسات العصر، إنه إمكانيات هائلة، لأنه جانب من أرجحية قدرة التأثير في مقاييس هذا العصر للبعض هو القدرة المادية، ولكنهم أخفقوا في أن يفرقوا العراقيين ويلعبوا عليهم ويضحكوا عليهم حشاهم، وبعد حين يبدأوا كان لا سمح الله يبدأون عادي يلطمون ويدقون على صدورهم وإلى آخره على الحالة التي فاتت، ما قدروا يضحكون عليهم. السبب الأساس هو أنه كل العراقيين كانوا ينظرون إلى بلدهم بأن واحد، وأنهم يتمتعون في هذا البلد الواحد بحريتهم طبقا لما هو مقرر لهم في الدستور وفي القوانين العامة، وما يترك لصاحب هوى أن يلعب مثل ما يريد. يعني في أي جزء من أجزاء العراق، ولا كانوا يصورون انه بامكانهم بجهد القدرة العسكرية الخارجية والصواريخ والقصف والى اخره يسوون اختلال في اساس قدرة وقوة العراقيين اللي الله منحهم اياها بالايمان، يحولون حالة الايمان
الموحد إلى حالة إيمان تعصبي يفرق إلى الحد الذي يضعف العراقي. فبهالحالة يقطع العراق بين يديهم وضحكوا على ناس آخرين وفرقوهم بجهد أقل من هذا. لكن انتو كعراقيين بلد الحضارات والتاريخ والمعاني العالية والمواقف المشهودة يعني عبر التاريخ مو بس هسا. طبعا جاء هذا العصر ما حتى ما نبخس العصر حقه وكأنه أراد أن يلخص كل المعاني العالية موقفا ورؤية والتزام وشكل كل عراقي كأنه الواجهة الأمامية الخصبة والرائعة لخلفيات سلسلة من الناس كأنه يقف أمام مرايا لتعدد من الرجال كل الناس اللي يحملون نفس المعنى اللي يحمله عبر التاريخ. في موقفه في رؤيته في دوره فخسئ الخاسئون. الصهيونية عدو البشرية ولازم تعدون أبنائكم أن ينظرون إلى الصهيونية هكذا وتأكدوا لهم الصهيونية سوت تشرحوا لهم مثل ما تعرفون. مسرور ومولي أنه أنجزنا كذا وكيد في العراق اليوم وإنما أهم شيء على وحدة الشعب بهذه المفاهيم. إن شاء الله تدوم سيدي. المسيح يروح إلى كنيسته وما حد يقف بدربه ويقول له ليش رحت. المسلم يروح إلى الجامع والمسجد وحد يقول له وين رحت وين جيت. الصابئة يروحون إلى معابدهم ما حد يقف بطريقهم ويقول له ليش تروح إلى المعبد الصابئة مهيش يعني هذا اللي يفهم وخمو يعني فاهم يعني مو مضبوط. كل واحد على عقيدة لكن كلهم تحت علم العراق ولا يجدون في هذا ما يناقض خصوصيات أي واحد منهم. احنا معتزين بها ما نجد فيها ثقل. طبعا بعض يعني هذه حالة موجودة في مجتمعات الأنبياء انه احيانا ناس صغار في الرؤية صغار في العقل صغار في الهدف صغار في التصرف صغار في النفسية يحاولون يعكرون المي. لا احنا ذاك ساعد احنا نيجي هنا ندخل كدولة نقول له وخر من ماءنا صافي نقوم بصول واخر على صافي وخر من ماءنا صافي لا تخبط خصوصيتك لا تحولها الى احتراب. اتصرف بها مع المحافظة على وحدة الشعب وحدة الموقف وحدة الاتجاه العام خصوصيتك بحرز أمين. فأنا أشكركم على إهداء كتابكم المقدس وإذا أردتم أن نغلفوا في طريقة علمية صحيحة ونحطهم مكان أمين ونكتب عليه أنه هذا الإهداء تم في فلان تاريخ هذه هي النسخة وصارت ساعدنا يعني ونقول حتى خاف يصير اختلاف بعد 500 سنة 1000 سنة على النسخة الأصلية يقولوا ارجعوا إلى ذاك المكان بالمكان هذا مغلف ومحفوظ بالشمع وموقع عليه من قبل فلان بالله نفتح ونشوف وين الاختلاف. تصور سيدي لحاله
تحفزنا على الترجمة هو في إحدى زياراتنا للأستاذ الدكتور قديس الدان حسين. قال آني بودي أن أقرأ كتابكم الخامس. وقلنا له على الرجال أنه خلال سنتين من اللغة الآرامية إلى اللغة العربية. وأول نسخة نهديها للقائد الحبيب صدام حسين الله يحفظه ويرعاه، وثاني نسخة إلى سيادتك. وبالفعل يعني بذلنا كل الجهود حتى نفي بهذا الوعد ووفينا. عافية. وسيدي توجيهاتك كلها دا نتواصل بيها حتى مع جالياتنا اللي بالخارج عبر مجلة اسمها آفاق بندائية، مجلة فتية وصلوا عليهم العراق كان والوطن العربي كان يعني هو نعم يعني هما مهد الأنبياء والرسل والرسالات سيدي وكل وصل. وإن شاء الله هذا الروح تستمر. سلموا لي عليهم كل واحد منهم وين ما يكون سيجد في العراق ملاذه ومكان لحريته تمام. نعم سيدي بدنا نتواصل وياهم باستمرار وبدنا نوصل لهم كل التوجيهات وكل القضايا الوطنية العراقية حتى نربطهم بالوطن الأم العراق. هذا وسام عن التظلم. الحمد لله ما فرد يوم انحط أمامي تصرف يخل من أبناء الطائفة يخل بالمعاني الكبيرة لوحدة العراقيين ولموقفهم الحمد لله وشكرا. قاعدة وياكم حلوة يا الله